يا جماعة، أنا بقالي مدة متابع مجموعة من الشباب الموهوبين جدا، بيقدموا عروض مسرحية بجد واعدة جدا، وهما تحت إشراف خالد جلال. وأنا حبيت أني أكون بقدم النهاردة فقرة من فقراتهم، وهي النهاردة بعنوان البرامج السياسية. وجبت معاد برنامج سياسي مشهور وكل الناس بتتكلم عليه يا جماعة، في الجرايد بتتكلموا عليه وعامل ضجة يعني. وفعلا رحت المعاد وفتحت القناة وببص على البرنامج، بس لقيت مصارعة حرة. استغربت يعني، فقلت اتفرج يعني. ففعلا اتفرجت على برنامج مصارعة حرة بشكل جديد جدا الحقيقة. ناس عمالة تنط في زور الناس، ويعني كان الموضوع مختلف صراحة يعني. استمتعت وخلص البرنامج، ومستغرب قوي فين البرنامج السياسي يعني. اكتشفت ان هو ده البرنامج السياسي، ده الجيل الجديد بالبرامج السياسية. الناس بتقعد على الترابيزة وتنط في زور بعض ويقعدوا يشتموا في بعض، وانا هي دي فوضى يا جماعة. البرامج السياسية اللي مجموعة الشباب دولت هيقدموا لنا النهاردة فاصل كوميدي عنها. استمتعوا. أعزائي المشاهدين، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحريقة. حلقة اليوم نضرب بها بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالعبث بمقدرات هذا الوطن. حلقة اليوم نفتح فيها الملفات السرية والمستندات الخفية لقضية بومب العيد. حلقة اليوم نستضيف فيها صاحب مصنع البومب الحاج حمزة البارودي، ومعه أيضاً الأستاذ أنوس قطبان المكلف بالدفاع عنه، ومعه شاهد عيان الحادث الأستاذ الزغبي مدكور، ومعنا الحالة المصابة الأستاذ سعد، ومعنا خبير المفرقعات الدولي الأستاذ سيد مشعللها، ومعنا أيضا مين حضرتك؟ جاي معاكم. نبدأ حلقة اليوم أستاذ سعد، احنا ما عندناش أي محاذير، عايزين نعرف الموضوع من البداية. أنا كنت واقف أول يوم العيد الصبح. اثبتي الحمد لله إن الكاميرا كانت بتسجل، وأنا بعترف المخرج بنسخة من شريط الحلقة عشان أضمه للمستند. يا أستاذ قال إيه بعبة لسانه؟ إنه كان واقف أول يوم العيد الصبح فعلا. وأنا معايا مستندات. يا أستاذ أنوس، ما أنا معايا برضه مستند يثبت إن حضرتك كنت واقف أول يوم العيد الصبح. إيه رأيك بقى إن أنا معايا مستند يثبت إن أنتوا الاثنين كنتوا واقفين مع بعض يوم العيد الصبح؟ معاك مستند طلعوني معايا. أرجوكوا نهدى، لأن أنا كنت واقف أول يوم العيد الصبح وشفتكوا كلكوا وأنا تحت إيدي مستندات. إحنا بنتكلمش من فراغ. يا أستاذ نائل، دي حضرتك شهادة طبية تثبت إن أنا ما أقدرش أقف أول يوم العيد الصبح. فعلا دي شهادة طبية بتثبت كده فعلا. شهادة طبية. صباح الخير يا شهادة. إيه مفيش عندك يا أستاذ نائل؟ قال لك صباح الخير يا شهادة، يبقى هو اللي كان واقف أول يوم العيد الصبح. لان جرى العرف لما بتشوف الشهاده بنقول لها مساء الخير يا شهاده. فعلا لما بنشوف الشهاده بالظبط. فعلا لا 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 لا، انا عارف الصبح، انا عارف ان انت كنت هتتكلم من منطلق ده. انا مش هتكلم كتير، انا معايا شاهد عيان ما تقول حاجه. يا استاذ انا معايا مستند يثبت ان الاستاذ والاستاذ كانوا واقفين اول يوم العيد الصبح. يعني انت معاك مستندات؟ ايوه. وانت تحت ايدك مستندات؟ ايوه. ليه كلكم تحت ايدك؟ عايزين نقطه من المستندات علشان لما نعرف المستندات جايه منين احنا طبيعي هنبقى معانا احنا كمان مستندات. تحت الكرسي ده مليان مستندات. يا ليه انا مش بفراغ؟ انا قاعد على مستندات. وبعدين كمل يا استاذ سعد. احنا كلنا عارفين ان البومب بيتضرب من فوق لتحت. انا معايا مستند يثبت ان في بومبه جات لي من تحت لفوق وانا واقف في الدور الثالث. مش قانون يا استاذ. ايه يعني ما في عيال كاتب بتضرب البومبه كام من تحت لفوق؟ ايه المشكله يعني؟ استنى، المشكله مش في هنا يا حاج. انت قلت كنت واقف في الدور الكام؟ الثالث. صباح الخير يا ثالث. صباح الدور النهار. مستند يثبت انك كنت واقف في الدور الثالث؟ معاك مستند ولا معايا؟ طبعا انا بتكلم من غير مستند. والموضوع مش موضوع قانوني يا استاذ، جرى العرف على ان البومبه تتضرب من فوق لتحت. انا امي الله يرحمها شافتني وانا بعمل البومبه كده وانا عيل صغير، قالت لي انت اهبل يا ابني ولا ايه؟ البومبه بتتضرب كده. انا مالي اتلخبطت؟ لا 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 يا جماعة أرجوكم نهدى، عايزين ننظم الحوار. كمل يا أستاذ سعد بعد إذنك. إحنا اتربينا يا أستاذ نائل إن البومبة بتتضرب كده. بومبة حلق عليهم. ده مش بومبة، ده مش بومبة. اشرح لنا، اشرح لنا. بومبة الحج البارودي بيتنفخ نفختين بس يا بيه وتضرب بارودي.
انت بمزاجك. لا 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 مفيش كلام ده، مفيش كلام ده، دي شهاده من خبير معتمد تثبت ان البومب الاصلي اللي على ابوه بيتضرب كده على طول من غير نفخ، من غير اي نفخ، من غير نفخ، بيفرقع على طول، على طول فعلا. البومب كنتو ده اللي تحت. لا 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 اياك تغلط في بومبنا. لا 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 تعبير سلم على ميت بومب لو بصنع فوق السطوح يا استاذ. انا معايا ابو مستندات تثبت ان بومب بيتنفخ نفختين ويتضرب، وانا معايا مستندات تثبت عكس ذلك. يا جماعه يا جماعه ارجوكم لازم ننظم الحوار. معاك مستندات حضرتك؟ طبعا كده. وانت حضرتك معاك مستندات؟ انا مستندات. المستندات موجوده؟ طبعا مستندات. اهم حاجه عندنا المستندات. كمل يا استاذ سعد. يا استاذ يا استاذ انا اشك ان في خطا في تركيبه البومب عند الحاج البارودي. خطا في تركيبتها؟ ايوه خطا يا استاذ. دي شهاده بتقول مما تتكون البومبه. ايوه البومبه بتتكون من ايه؟ 2 ملي جرام بارود، 2 مليمتر رمله، 5 زلطات صغيرين او متوسطين الحجم. نعم. وسط او قلم او قلم وقلم. لا 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 وسط وسط بس وسط. ورق كرافت او ورق جرايد قديم. وكل ده يبقى ملفوف بسلك رفيع باحكام. ملفوف بايه؟ بسلك رفيع باحكام. بسلك. ايوه بسلك. صباح الخير يا سيد. صباح النور. ارجوكم يا استاذ الفاضل. ارجوكم انا راجل سمعتي زي البرلنت في السوق. مصانع الحاج البارودي معروف. تمام. انا بصدر بومب. ده انا حصل على شهاده الايزو 9006. الايزو الايزو 9006. وعندي ميني بومب وبومبا جامب بصدرهم. دي 50 مللي ودي 100 مللي، مكتوب عليها خدمة البارودي كده وخدمه العملاء ورقم لاي شكاوي. تمام. انت بتتكلم بمزاجك. تمام. بس في المقوله بتقول ان في خطا في التركيبه وان الصواريخ ما عادتش بتلف يا عم الحاج. صواريخ يا اه والبومب ما بيفرقعش بساعتها، بيفرقع بعديها بيومين. لا انا كلام حضرتك كده ان البومب اللي ضربت عليها ضربت قبل العيد بيومين. تمام. والصواريخ ما عادتش بتلف. صواريخ يا بيه بتلف يمين في حالك. ده كان زمان يا حبيبي. بعد قانون المرور الجديد بقت تلف شمال والقصر العيني بقى اتجاه واحد. صح. ما عرفوش ده. احنا عايزين ما عرفوش. ما حضرتوش ده ايام كنت صواريخك بتلف شمال. ارجوك يا جماعه احنا بنتكلم بمستندات، مش عايزين اي ادعاءات وخلاص بعد اذنكم. انا اتحدى حد فيهم بيكلمني بمستند رسمي ولا حاجه. مستندات رسميه لازم تتكلم بمستند رسمي. مستندات رسميه ومختومه. ارجوكم ننظم الحوار. فاصل ونعود للمستندات والملفات الخفيه في برنامج الحريقه. المستندات الخفية والملفات السرية حول برنامج الحريقة. كنتوا هايلين. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ زي الفل مسخنين الحلقة وتمام. شفت لما قمتوا رحمة امي زي ارجوكوا نهدى نهدى عشان ننظم الحوار. اتفضلوا ارتاحوا. اقعد ببدلتك. اشوفك بس شوف. دلوقتي انا عايز اسال سؤال يا استاذ انوس. يعني هو بيدعي عليك يعني افتراءات وخلاص؟ انا عايز اعرف سبب ادعاءاته ايه يا سيدي الفاضل. الادعاءات دي سببها ان الاستاذ كان مقدم من شهر ونص انه يتعين في مصانع الحاج، والحاج البارودي رفض. انا اشتغل عندكم انتوا؟ ايوه. لا لا قول حاجه. فعلا الاستاذ جه من قيمه شهر وقدم ابلكيشن عندنا هنا. ايوه اهو. سمعته سيئه وملفه ملوث. ايه انا ملفي ملوث؟ أيوة. ايوه لا 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 اتفضل حد ده ملفي. شمه حضرتك. شمه دي لا 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 ملف زي الفل ونظيف. مش عايزين ادعاءات من غير اي مستندات. لو سمحت بص حضرتك انا استحاله اقبل ان اشتغل عند واحد نصاب زي ده. ايه ده؟ انت وقال ايه؟ قال نصاب. انا مش حاسس بتاع الكلمه دي. انا الراجل بتاعي متربي ما يقولش كلمه نصاب. هو قال محتال وحرامي. انت فاكره مش خارج من بيت ده متربي؟ يا سلام. ما يقدرش يقول كلمه انا اللي كده. هو محتال وحرامي. استنى ده متربي؟ لا هو مش متربي. تعال مستند. انت مش سن يا استاذ. ارجوك ده لغات يا استاذ لغات. ارجوك انا عايز اسال. انا عايز اسال. عايز اسال سؤال دلوقتي. مين حضرتك؟ انا معاهم. جاي معاهم؟ انا معاك مستندات انك جاي معاهم؟ ايوه يا فندم. انا عايز اقول في حاجه مهمه حق. برافو عليك يا حاج. مفاجأة هفجرها قدام حضرتك وقدام المشاهدين. احنا ما عندناش اي محاذير. ما عندناش اي محاذير يا استاذي يا سيدي الفاضل. نعم. يا خبير المفرقعات. اتفضل. فاكر
السي دي. سي دي ايه؟ السي دي بتاعك بتاع العجمي. ايوه مش انا يا راجل. انا يا راجل انا ده مش انا يا راجل. السي دي بتاع العجمي. هو يقصد السي دي بتاع العجمي؟ اه. لا هو انت. لا هو انت. هو عجلك اللي جاي معاك. السي دي بتاع العجمي. انت غلطان عليك. كده ايه؟ هو فعلا هو فعلا لان السي دي ده انا شفته. هو فعلا فعلا. لا 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 مش انا مش انا ده. لا بعدين ده فيلم رواية قصتين وده دور انا بعمله. يا سلام. ايه المشكله؟ انت فاكرني عبط يا ابني؟ يا استاذ اذا كان على السي دي فهو معانا كلنا. اللي مش معانا بقى انا مصور البهوات وهم واقفين اول يوم العيد الصبح على الموبايل بتاعي. ايه ده فعلا؟ انا هستاذن حضرتك واستاذنك يا استاذ قدام العالم كله. ممكن تبعت لي على البلوتوث؟ افتح بلوتوثك. اتفضل. خد احنا كمان عايزينك. معايا رصيد. ابعتها لي بالبلوتوث. ابعتها لك. ابعتها ليه؟ كله واقف عليه. يفتح بلوتوث. ابعتها لي يا استاذ سعد لو سمحت. ابعتها لي. ابعتها. مين ابو عيون جريئه ده؟ ده انا قبل ما عيني تروح. من كل الله حرام عليكم. حرام عليكم. مين فاتنة الاسكندريه دي؟ اه ده تليفون مراتي. لا ما يصحش هنا عيب. لا برنامج بقى. برنامج محترم ما ينفعش. ايه ده؟ ما ينفعش الكلام ده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين هذا احبه وهذا اريده؟ مين ده؟ انا واخويا. اصل ده تليفون مراتي. دي قضيه تانيه يا بيه. امال مين بومبا؟ بومبا في حد؟ ايوه بومبا بنتي ومعايا مستند. ان بومبا بنتي. مسمي تليفونك بومبا؟ شهادة ميلادي هتقعد تجرب الكاميرا. دي قضية لطيفة يا حاج. اثبتها حضرتك. اثبتها. مسمي النيك نيم بتاع التليفون بتاعه. دي قضية. بومبا. بومبا بنتي. انا اللي خدت اكبر بومبا منك لله. يا معاك نغمات؟ ايوه معايا نغمات. ابعت لك. ابعت لك ايه؟ معاك شريط جديد؟ شريط انت في شريط. شريط على الشريط الجديد. تعرف انت ايه في شريط؟ معاك مستند بشريط؟ معايا يا زلمة. صباح الخير يا شريط. لازم يبقى معاك مستند. معاك جون ابو تريكه في الصفقه. معايا جون ابو تريكه في الصفقه. معاك انت جون ابو تريكه في الصفقه. مش فاهم ده في الكوره ده. مالوش. فعلا فعلا واضح ان انت ما بتفهمش في الكوره يا جماعه. بعدين انا بس عايز اقول حاجه. ان ده راجل طلع مدعي وبومبو غلط. بومبو زي الزفت. غلط في شرف بومبي. فعلا. طعن في شرف بومبي. فعلا هو غلط في شرف بومبي. غلط في بومبي. كنا خير من يفرقع البوم. كنا خير من يضرب البوم. كنا. وانتبهوا جميعا لكلمة كنا. كنا فعل ماضي متسيب الحال. وهكذا لابد وأن هناك يد خفية تعبث بمقدرات هذا الوطن. ولابد أيضا أن هذه اليد تحت يدها مستندات.